قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. واو، إنها حقا ساعة ثمينة. لقد وافق أبي أن يعيرني إياها بعد محاولات كثيرة لإقناعه. ها؟ جميلة. يجب أن تحافظ عليها، فهي الآن أمانة في يدك، وأنا واثق بأنك ستحافظ عليها بإذن الله. بالتأكيد سوف أحافظ عليها. يا إلهي، مصيبة! ماذا حدث؟ اختفت الساعة. يا إلهي، أين الساعة؟ ونحن نلعب شاهدت عامل النظافة راضي يحوم حول الملعب بشكل غريب. أعتقد أنه كان ينتظر انشغالنا ليسرق الساعة. إن كان هو من فعلها فسوف يكون حسابه عسيراً. سأذهب لأبلغ عنه الإدارة. انتظر يا بدر، لا تتعجل في حكمك، أبلغهم فقط أنك فقدت ساعتك. هيا يا أبنائي، لقد انتهى اليوم الدراسي. أم أنكم تريدون البقاء في المدرسة حتى الغد؟ لقد فقد بدر ساعة والده أثناء حصة الرياضة. هذا هو العامل الذي قام بسرقتها. أستاذ، قم بتفتيشه. ما هي مواصفات الساعة يا بدر؟ إنها فضية اللون وبها عقارب ذهبية. هذه هي إذن؟ نعم، إنها هي. لقد وجدها راضي على الأرض وجاء لي فورا لأبحث عن صاحبها، ضاربا أروع الأمثلة بالأمانة. هذا ما توقعته، لأجل ذلك قلت لا تتعجل يا بدر في حكمك على الآخرين. حسنا يا بدر، أعتقد أنك تعرف جيدا ما يجب عليك أن تفعله الآن. شكرا لك على أمانتك، وأعتذر لك عن سوء ظني بك. أحسنت يا فواز، كما عهدتك دائما. وأنا أيضا أريد الاعتذار، لأنني من اتهمتك في البداية. وستكرم إدارة المدرسة راضي غدا على حسن عمله وأمانته.